الأخير. الضيوف الكرام، سعدنا بكم على مدار 3 أيام من فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، واستمتعنا بعروض الأفلام المختلفة التي عبرت عن كثير من القضايا والتف حولها المبدعين وصناع الأفلام. وها نحن في حفل الختام، المحطة الأخيرة لبداية جديدة. والآن مع كلمة الكاتب الصحفي صفوت يوسف رئيس المهرجان، فليتفضل. مساء الخير جميعا، سعداء اللي احنا بنلتقي بكم في هذه الأمسية في ختام فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون. يمكن البعض يعتقد ان تأسيس مهرجان وعمل مهرجان في أمريكا عملية سهلة وبسيطة والدنيا وردية. بالعكس، كثير من المتاعب والمنغصات والمشاكل والأزمات قد تأتي من أماكن نحن لا ننظر إليها. ليه؟ أي عمل محتاج اجتهاد، وقبل الاجتهاد يجب أن تكون في استراتيجية للأفكار. إحنا في جريدة نداء الوطن الدولي مؤسسة المهرجان كان هدفنا ربط الجاليات العربية ببعض، مد جسور الحوار، تأسيس فكر أصيل عميق وطني بيحمل المبادئ والقيم والهوية والتاريخ اللي احنا نقدر نحافظ عليه، وخاصة الجيل الثاني والثالث، وخاصة الأجيال المهاجرة الأولى اللي مع مرور الوقت بتضيع أشياء كثيرة جدا وبننسلخ من مقوماتنا الذاتية ومن قيمنا الخاصة وننخرط في المجتمع ونتكيف معاه على حساب تلك الثوابت اللي احنا بننهض عليها. المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون تأسست دورته السنه اللي فاتت في 2021، والحمد لله الدوره الاولى حققت انها اثبتت وجودها وحصل نوع من التواجد والتفاعل. الدوره الثانيه استعدينا لها استعداد اكبر، كنا بنضع المعوقات وطرق حلها، كنا بنضع خريطة للوصول لجمهور حقيقي، جمهور يفوق، لأن الجالية المصرية والجاليات العربية ملايين وليس أفراد، ليس أشخاص، ليس تجمعات محدودة، ولكن نحن نتجه إن إحنا الفن نفسه بيأثر وبيؤصل وبيوصل رسالته لأجيال متعددة. في المهرجان المصري الأمريكي أول ما أطلقنا الدعوة لقبول الأفلام المشاركة إيماناً منا بقيمة وتأثير الفن في تغيير المجتمعات، تأثير وقيمة الفن في التواصل. الفن يطهر الإنسان، الفن يطهر الإنسان. يعني مثلاً ما فيش حد متطرف بيؤمن بالموسيقى أو بيؤمن بالإبداع أو بيؤمن بالتمثيل، طبيعي. أول ما يتطهر الإنسان من نزواته، من نزعاته، من أفكاره الغير سوية، بنعرف نقضي على التطرف والفساد والإفساد بالفن، الفن العميق المتأصل للجذور، الفن اللي كتب عنه نجيب محفوظ روايات عديدة، من أول الحرفيش وبين القصرين وقصر الشوق والسكرية، الفن اللي كتب يوسف إدريس الحرام اللي تناول عمال الترحيل، الفن الذي يغوص جوه المجتمع ويبحث عن أفكار خلاقة يستطيع منها أن نقدم فن حقيقي وراقي. طيب ليه بننظر لنجومنا الكبار انهم قدوه لنا؟ ايه معنى قدوه؟ انهم ممكن اطلاله نجم او نجمه على الشاشه بنص مكتوب بشكل جيد يغير شعب، يغير امه، يغير مصير، وهكذا. شكر خاص في اختيارنا ان هذه الدوره تكون مهداه لكبير الفن العربي واحد رواد السينما، واحنا اطلقنا عليه عميد السينما المصريه، الإنسان البشوش جداً، الإنسان صاحب القلب الفياض، غامر المشاعر للكبير وللصغير. كل إنسان يراه في أي طريق، في أي شارع، في أي مجال، في أي ملتقى مبتسم ويدفع بقوة التفاؤل والأمل لدى الجميع. الدكتور يحيى الفخراني. فرق ما بين نجم ونجمة، وفي فرق ما بين نجمة ونجمة. في نجمة بتحدد ملامح طريقها
لأنها عندها قناعات خاصة وإيمان داخلي إنها عايزة توصل رسالة، بتعرف تتحدى الصعب. فكانت في يوم من الأيام صوت كثير من المظلومين في فيلمها موعد مع الرئيس. كانت الإنسانة الفياضة اللي تعرف إنها تعمل مداخلات تليفونية وتتصدى للآراء الخارجية وتتصدى للآراء التي تنال من سمعة البلد أو سمعة الوطن من خلال إيمانها وقناعتها، وتتصدى لكل سبل التطرف والإرهاب بقوة شخصيتها، وقوة شخصيتها انعكست على أدوارها. الفنانة الجميلة الكبيرة إلهام شاهين. أنا بحب السينما المصرية جداً، وبحب كل مخرج السينما المصرية اللي هم كبروا جوانا وقدموا لنا أعمال، من أول هنري بركات، كمال الشيخ، يوسف شاهين، صلاح أبو سيف إلى آخره. ولكن في اثنين لهم مكانة تقديرية خاصة عندي: الحاضر الغائب المخرج الكبير علي بدرخان، والحاضر الموجود بقوة والحاضر الموجود بقوة والذي أحترمه وأقدره ويحمل رسالة تاريخية ويحمل رسالة فكرية منذ أن بدأ في مشواره في السينما التسجيلية والرصد الدقيق للأحوال المجتمعية والأحوال التاريخية، والذي قدم مع الفنان العالمي عمر الشريف أبرز فيلمين لي: فيلم أيوب عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وفيلم الأراجوز مع الفنانة ميرفت أمين. المخرج الجميل والرائع والمبدع هاني لاشين. فإذا كنا اليوم نلتقي في هذه الصحبة الجميلة اللي بنقدم تحية أيضاً للأستاذ شادي الفخراني ابن الفنان الكبير يحيى الفخراني، وسعيد جداً بتواجد الإعلامية الراقية بنت البلد، صاحبة الصوت القوي والمعبر اللي بتحب الناس من قلبها، رشا سليمان. عايز أقول لكم كده قصة ببساطة، يعني المهرجان المصري الأمريكي عمره في وقت من الأوقات حاطت ثوابت: لا يقدم تنازلات، ولا يقدم فن هابط، ولا يتنازل عن قيمة الأهداف المنصوص عليها ويتجه مهما كانت الضغوط والظروف والمعوقات والمشاكل والأزمات. مؤمن إيمان كلي إن إحنا نملك الأفكار التي تصنع الأعمال. قد تكون هناك معوقات، بس مفيش حاجة اسمها مستحيل. كلمة مفيش حاجة اسمها مستحيل إذا تعرف تعبر الصعب. المستحيل اللي كتب عنه تولستوي، المستحيل اللي كتب عنه ويليام شكسبير، المستحيل اللي كتب عنه كثير من الكتاب العظماء من مصر ومن خارج مصر وكتاب العالمين. ونحن في هذه الاحتفالية بنقول إن المهرجان المصري الأمريكي السنة اللي فاتت كان مشارك معنا 11 دولة، السنة دي بتشارك معنا 22 دولة. السنة اللي فاتت وصل لنا 150 فيلم ما بين روائي طويل وقصير وتسجيلي، السنة دي وصل لنا 350 فيلم. أنا ما بقدم كشف حساب دقيق، بقدم واقع. السنة اللي فاتت كانت عندنا لجنتين مشاهدة، السنة دي عندنا 4 لجان مشاهدة. السنة دي اخترنا لجنة تحكيم على أعلى مستوى برئاسة المخرج الكبير هاني لاشين، وبتضم في عضويتها الكاتب الكبير عاطف بشاي، بتضم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، بتضم الموسيقار رجح داوود، بتضم إسلام عبد السميع، بتضم الدكتورة إيمان يونس وكيل معهد عالي للسينما، وكثير من المبدعين. وطبعاً عشان أكون منصف ومحق، الفنانة إلهام شاهين قدمت اعتذار عن اللجنة لأن ليها فيلم مشارك في هذه الدورة. فاحتراما لفنها قالت إن أنا مش هقدر إن أنا أشارك في اللجنة عشان ليها فيلم مشارك. نفس الكلام الموسيقار راجح داوود أعلن نفس موقفه إن هو ليه موسيقى تصويرية لفيلمين بداخل المهرجان. أنا بعلن ده بشفافية مطلقة عشان أول ما نيجي نقول إن الفنان اللي بيحترم فنه ومهنته ودوره ورسالته عارف طالما أنا ليا فيلم مشارك
هي الفنانة إلهام شاهين قالت أنا أفضل أن يكون لي فيلم مشارك عن أن أكون عضو في لجنة التحكيم. فكل الاحترام والتقدير لمصر. السنة اللي فاتت كنا عاملين الاحتفالية، طبعا ما كانش فيه التعداد اللي موجود، ما كانش فيه هذا الانتشار اللي موجود، كنا عاملينها في كلية سان فرانسيس في بروكلين. السنة دي أصرينا اللي احنا نعمل في ثلاث جامعات، جامعة نيويورك وجامعة ميدلسكس اللي احنا فيها وسيتي كوليدج في بروكلين. امبارح كان عروض الأفلام 25 فيلم ما بين روائي قصير وتسجيلي ووثائقي، وكانت ختام اليوم بندوة أكثر من رائعة للدكتور يحيى الفخر. ارتباط الفنانين بينا مش كمهرجان بس، لا، بشعب قائم على شقين، المحبة والإيمان. الإنسان اللي عنده محبة يقدر يخترق الصعب لأنه أبواب قلبه مفتوحة، لا يحمل الضغائن، لا يحمل الشر، لا يحمل الكره، لا يحمل البغض إلى آخره. والمحبة أصلاً بتغسل القلب والعقل، بتخلي الإنسان منفتح على الهدف اللي عايز يوصله، ودي رسالة الفن الصادق اليومية. ارتباط الفنانين بينا وارتباطنا بيهم قائم على المحبة والاحترام، ولأنهم أصحاب رسالة محترمة جداً، فأنا بعتز بكل ما قدموه من أعمال، وأنا بعتبر فنانتنا الكبيرة إلهام شاهين أفضل سفيرة للفن العربي على مستوى العالم. اسمحوا لي، يعني النهاردة هنطول شوية في بعض الحاجات، بس أرجو أنكم تتقبلوا هذا التطويل بصدر رحب، لأن في الآخر احنا بنعتبر ده الختام، وبنعتبر دي توصيل رسالة، ما ينفعش ان احنا ننتقص من حق الرسالة اللي احنا بنقدمها. احنا عملنا قسم جديد في المهرجان اسمه لمسة وفاء. لمسة الوفاء هدفها احياء ذكرى الذين رحلوا من هذا العالم وقدموا اعمال سواء لخدمة الجالية المصرية، خدمة الجالية العربية، خدمة الانسانية بشكل كبير. كل واحد من اللي احنا اخترناهم في هذه الدورة كان ليه دور قوي ومؤثر في مجاله، سواء في العمل الإعلامي والإذاعي، سواء في العمل الدبلوماسي، سواء في العمل الوطني، سواء في العمل الخدمي أو العمل منظمات المجتمع المدني اللي بتقوم بدور في إحياء الفكر من جديد وضخ الأفكار الجديدة لخدمة المجتمع. فاخترنا أربع شخصيات، والشخصيات دول تحت بند لمسة وفاء. طب ايه علاقتهم بالفن؟ علاقتهم بالفن حاجة واحدة، الوفاء. اللي بيخدم المجتمع بوفاء يطلع فنان وفي، يطلع اعلامي وفي، يطلع طبيب وفي، يطلع اي انسان في مهنة بنوع من انواع الوفاء الكامل. الاربع شخصيات انا بقدم اول شخصية منهم، مؤسس الجمعية العربية الأمريكية في نيويورك، الأستاذ والدكتور أحمد جابر رحمه الله، الذي قدم أعمال جليلة بتأسيس تلك الجمعية التي خدمت مناطق كثيرة وفتحت أبوابها لكل الجاليات العربية وقدمت خدمات جليلة. وإذا كان هذا الإنسان رحل من هذا العالم تبقى أعماله خالدة، فليتفضل الدكتور حبيب جودة لاستلام التكريم الخاص به. يعني الدكتور جابر، أنا راح أتكلم عن الدكتور جابر بس دقيقتين بعدين أعتقد أنه لي كلمة ثانية. الدكتور جابر كان من المؤسسين ومن القيادة المركزة للجاليات العربية في نيويورك. لما أسس الجمعية كانت أحداث 9/11 اللي هي أحداث سبتمبر. حقيقة الناس كانت تخاف تمشي في الشارع، الدكتور جابر تصدر وقام بما يعني قام بشيء جبار. كان يتصدر الـ FBI وكنا أنا معه، وكان معنا كمان اثنين الله يرحمهم باسم عظبة وكمان إنسانة يعني أهلها طلبوا عدم ذكر اسمها. كان التحقيق
المخابرات الأمريكية أو المكتب الفيدرالي يوميا بيدق على بابنا. أعتقد الأخ جوزيف كنت أنت في هذه الأيام معنا يندق بابك. الجالية العربية قطعت مشوار طويل في هذا البلد، يعني أنا بطلب من الله أنه يوفقني فيه أني أكمل وأسير على ذلك. الدكتور جابر وأخ صفوت، شكرا لك كثير، بارك الله فيك. الشخصية الثانية إذاعي قدير، أسس أول برنامج إذاعي في أمريكا اسمه القافلة. هذا الإنسان الخلوق، هذا الإنسان الخلاق، هذا الإنسان الذي قدم أجيال في العمل الإذاعي وما زال يقدم في برنامجه الثابت والذي تقدمه الأستاذة هدى إسماعيل حتى وقتنا هذا نجاحات متواصلة، وإن الجاليات العربية والجالية المصرية بتهتم بسماعه. رحم الله عليه الإذاعي القدير باهر شعراوي، فليتفضل أيضا باهر شعراوي. الشخصية الثالثة رجل وطني غيور امتاز بمواقفه الوطنية ومساندته لمصر عبر المحافل الدولية. في مصر هنا كان بيخدم مصر في أحلك وأصعب الظروف اللي مرت بيها. المحامي الشهير والقدير ماجد رياض. أتفضل الدكتور جوزيف. مساء الخير على الجميع، اسمي دكتور جوزيف إبراهيم، انترفينشنال سباين اند بين مانجمنت. بشكر الأستاذ صفوت يوسف والقائمين على المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون. وبشكر وشرف ليا كبير ان انا استلم الجائزه مكان الدكتور ماجد رياض الله يرحمه. الناس كتيره هنا تعرف دكتور ماجد رياض ومواقفه الوطنيه، وكان واقف وقفه جامده، وكان هو المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه هنا. كذلك هو يعني حتى مسيرته الان بنته وعامل ماجد رياض فاونديشن للاورفنز في مصر كمان، فاسمه موجود وذكراه خالدة. بشكر الأستاذ صفوت يوسف، شكر خاص للفنان الدكتور يحيى الفخراني والفنانة إلهام شاهين والأستاذ شادي الفخراني، وجودهم معنا بيشرفنا ومنورين أمريكا، وبشكركم مرة تانية. شكرا. كانت لينا سفيرة هنا اسمها السفيرة القديرة التي لقبت بأم المصريين، وكانت تشهد نجاحات كبيرة جدا، وفي عهدها تأسست أمور كثيرة سواء فنية وثقافية، وإنسانة خلوقة إلى أبعد درجة ولقبت بأم المصريين. السفيرة سهير زكي قنصل نيويورك السابق. قبل ما أقول كلمة عن السيد سفيرة ببلغ حضراتكم تحيات الأسرة، الأستاذ عمرو الطوخي ابنها والأستاذة نسمة الطوخي ابنتها، وهم الحقيقة فوضوني لأن هنقول السبب دلوقتي، بس أنا عايز أشكر من يتحدث عن الأخلاق وهو تتجسد فيه الأخلاق، من تحدث عن القيم وهو ممثل للقيم، أخي العزيز صفوت يوسف الذي أقام هذا العمل بجهد دؤوب رغم حرب يعني شرسة الحقيقة. وأنا بقول إن هو وان مان شو لهذا العمل العظيم. بشكر فنانينا الأعزاء الأجلاء دكتور يحيى الفخراني ومدام إلهام شاهين أستاذ هاني نشين، مفيش شك على تشرفهم هنا لهذا اللقاء. وبقول ليه سميت السيدة السفيرة أم المصريين؟ هقول بسرعة لأن طبعا أنا عارف إن الوقت ضيق بتاع الحفل.
كان في مؤتمر للمرأة في الأمم المتحدة، وكانت السيدة سوزان مبارك كانت حاضرة مع الوفد المرافق لها. فالحقيقة كان يعني بعد الاجتماعات الرسمية، فكنا بننطلق لجولات سواء في الشوبينج أو الفسحة، أو كنت بأخذهم في جولة إن هم يتفرجوا على أمريكا. فطول ما أنا ماشي أتكلم عن السيدة سفيرة سهير زكي، ليه؟ لأن كان أنا شفت بنفسي وعصرت بنفسي إن آلاف من المصريين استفادوا من عملها ومجهودها. السيدة سهير زكي أول سفيرة تحصل على إكستنشن للفترة بتاعتها لما عمرو بيه موسى كان وزيرا للخارجية، تقديرا لجهودها بعد أن أوقفت حياتها بعد وفاة زوجها وهي شابة صغيرة على تربية ابنها وابنتها حتى تخرجوا واطمأنت عليهم. فكان أول بوست لها في أمريكا، فتقرر أن تمتد المدة بتاعتها وتضاعف في الولايات المتحدة الأمريكية. فطول ما أنا مش عمال أتكلم ساعات سفيرة قالت ساعات سفيرة عملت، ففوجئت. كان موجودة طبعا السيدة الدكتورة فوزية عبد الستار كانت رئيس اللجنة التشريعية، والسيدة ماجدة مهنا نائب رئيس تحرير الأهرام والمستشارة الصحفية للحرم ورئيس الجمهورية، والسكرتيرة الخاصة دينا للسيدة دينا لمدام سوزان. فالسيدة دينا الحقيقة بتواجهني بتقول يا أستاذ نجي، احنا لفينا الدنيا كلها مع الهانم، ما شفناش واحد مرتبط قوي من الجالية المصرية بالقنصل العام بتاعه والسفيرة بتاعته المصرية دي. قلت لها انت بتقولي ايه؟ دي أم المصريين. فلما عدوا مصر كتبت عني مقالة الأستاذة مادة مهنا، وقرأها الأستاذ مفيد فوزي، وكان قادم إلى أمريكا لعلاج زوجته الله يرحمها أمال العمدة، فواجهها في حديث المدينة وقالها حكاية أم المصريين وجاء اسمي فيها. ثم الأستاذ الراحل رحمة الله عليه سمير صبري أعاد هذا الأمر. السيدة سهير زكي كانت بتمثل حقيقة قيم مصرية وقيم دبلوماسية راقية، كانت بتفكر خارج الصندوق، لم يكن يحدها شيء لعمل صالح العام، صالح مصر وصالح المصريين. الجالية المصرية كانت جهدها وكانت مهمتها الأولى. أنا في ذكراها، وهي الحقيقة توفت منذ فترة قليلة، وشرفت بزيارتها أثناء زيارتي لمصر الأخيرة في فترة الكوفيد 2020، وجاءت وهي متعبة ولكن قالت لي أنا ما أقدرش أتأخر عنك أبدا. في ذكراها أنا بأحيي ذكراها، وبتمنى لكل من يخلف السيدة الفاضلة سهير زكي أن يمشي على خطاها في خدمة مصر وفي خدمة المصريين. شكرا لكم. الفن الحقيقي نقدمه عندما نؤمن بالفن والمواهب، ونفتح الطريق أمام المبدعين في مجالات الفنون المختلفة. وفي كل مجال هناك مواهب ما زالت تتحسس الطريق حتى تعلن عن ذاتها. وفي المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، مثل ما يدعم شباب الإبداع في السينما، فهو أيضا يقدم المواهب المتعددة. والآن مع المطرب مارك مقار. سلم دعني
صبر قلبي واتمنى على نار الشوق انا استنى واصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني على بال ما تجيني على بال ما تجيني واتمنى على نار الشوق انا استنى واصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني واتمنى طمعني بقربك قوي وعدني طمعني بقربك قوي وعدني يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني ليه تبعد عني وتشغلني وبرضه اغنيه قديمه من اغاني الاستاذ كريم محمود امان عليك يا ليل طول وهات العمر من الاول امان عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول أحبي جديد وقلبي سعيد بحبي جديد وقلبي سعيد يا ريتني عشيت عب نو الأمانة أمانة أمانة للفجر ما يبنشي يهون العمر على المشتاق وساعة القرب ما تنشي يا ليل طول على العشاق للفجر ما يبنشي يهون العمر على المشتاق وساعة القرب ما تنشي يغني لك يا ليل يا ليل على الصهر على الصبر يا ليل طول ترد علي نجوم الليل وتقول لي كمان من الأول أمانة 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 يا ليل يا ليل.
اور لاست وان يبقى من كلاسيكيات الاغاني الجميله اللي كلنا تربينا عليها واكيد الاساتذه. أنا لك على طول خليتني ودعين مني وطول عليا وخد ابعت لي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك مش يبقى حرام اسهر وتنام وتفوتني قاسي نار حبك قاسي وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح مني نوم النيل والليل والشوق والميل بعتو أسأل عنك اشتقت إليك وحشتني عليك مش عارف أهرب فين منك أنا لك على طول خليك ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح مني هناك موسيقى أثرت في حياتنا من خلال تترات الأفلام أو الموسيقى التصويرية التي شحنت أعماقنا. والآن مع الموهبة الموسيقية عازف الجيتار ألفريد حبيب. هيقدم لنا مقطوعات موسيقية لأغاني أفلام السينما المصرية. Thank you.
الوردي المطربة مولي جواديع. Yeah.
ويا رب تعجبكم أدائي. اوكي ريدي.
ختام المهرجان المختلفة بنعرض لكم واحد من الأفلام اللي وصلت لنهائيات المسابقة الرسمية في المهرجان، فيلم ميراكي.